كابتن علي بعد التقرير ده انا واحد من الناس سعيد جدا ان انت موجود معايا كان انا ليا الحظ ان انا لعبت معاك في بطوله الامم الافريقيه 74 كنت أنت تقول لي على حاجات انا مش متذكرها فهنحكي النهارده حكاوي كتيره جدا انت راضي عن وانت شاب صغير وانت بتلعب كوره لعبت كوره في الشارع او في الساحه او ده انت راضي على فتره بتاعه الطفوله بتاعتك في الكوره بالذات أولاً أنا كمان مبسوط إن أنا معاك كابتن مصطفى وشيء يسعدني ربنا يخليك نستعيد مع بعض بقى بعض آه الذكريات القديمة ف... العب الجيم ف... <تصفيق> <تصفيق> فدي شيء يعني جميل و... ربنا يكرمك و... ونشرك معانا الجماهير الجميلة اللي ل... تعشق ل... ل... الكرة المصرية وجماهير يعني عندها لعبة كرة القدم دي حق... يعني غذاء روحي آه. يعني زي ما بيتقال ف... وانت طفل صغير لسه ما, ما وصلتش 15 سنه كنت بتلعب كرة طبعا في الشارع اه طبعا ما بقيتش انت... 15 انا سبع ثمان سنين تسع سنين ثمان سنين اه انت كنت راضي بالطفوله بتاعتك عشتها وانت في الكرة وانت صغير؟ بص يا كابتن مصطفى انا يعني اتربيت في بيت كروي اه ما فيها اتربيت في بيت رياضه كله لعيب يعني كان المرحوم صلاح ابو جريشه اخويا أه كان نجم كبير في النادي الاسماعيلي ثم انتقل بعد كده في اخر موسم استقالات 57 كل لعيبه الاسماعيلي راحت انتقلت راحت نادي القناه اه وعشان كده الاسماعيلي نزل درجه ثانيه اه سنه 57 57 ده, سبعة ده آه كان اخر موسم استقالات فسادة ابو ابن عمي برضه لعيب كابتن النادي الاسماعيلي اه فعم احمد كان مدرب نادي الاسماعيلي فانت بتتكلم في بيت آه والدي الله يرحمه كان حارس مرمى في النادي الاسماعيلي ما شاء الله فبتكلم عن عن بيت ده تاريخ بقى في المسرحيه في جو فكان كل طموحاتي أو, أو, او ان انا عايز ابسط العيله يعني عايز اشرف العيله وابسط العيله ان ان انا كي م... يعني اكمل مشوار ال... ال... البيت اللي عندي و... و... لان كل الكلام وعيت على الكوره والكلام وك... عن الكوره وانا عندي سبعة ثمان سنين وانت عندك سبعة ثمان سنين هل الاسره كانت بتسيبك تنزل تلعب كوره مع الـ مع اصحابك في 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 الشارع, الشارع اه لا في الشارع ده كان عشقي اه لان احنا عندنا كان شارع كده جنب الاستاد اه وعلى طول اي وقت فاضي ميدان عرابي فلا ميدان عرابي ده كان بعيد عننا شويه ده بتاع لكن لعبنا فيه دوره لعبنا فيه دوره كنت عامل فيه دوره اه بس احنا كنا بنجوب شوارع الاسماعيليه كلها يعني كان في فرق في الاسماعيليه كان في فرق وتحدوا بعض اه ونروح نلعب بعيد عن بيتنا بكتير لدرجه ان احنا حتى كنا بنروح بورسعيد نلعب ماتشات كره تنس وليها جمهورها مع مع بورسعيد آه كان قايمها السنجق رحمه الله عليه كان برضه لعيبه كويسه جدا طبعا فكنا فكنا بنلعب ضد بعض يجونا يلعبوا عندنا نروح نلعب عندهم الكره الصغيره دي كان ليها جمهور